اليوم جاتنا كليونت شعرها بيمي برشا تعب الشعرة ديجا دارت برشا سناتر في تونس ما حاب يخدم لها حتى التكنيسيان بون خديناها على علاقتنا خدمناها انا بطبيعتي نحب الريسك في الشعر وما يقلقنيش الشغلات هذيما نخدمهم ويخرجوا زرتها طيارة على الاخر برودوي مونير هذا يلحم الشعرة تبدا شعرها بيمي على الاخر يلحمها كما قاعدين تشوفوا كيفاش نعمل في الابليكاسيون فوالا هذا هي الريزلتات اللي شفتها في نال الحاله اللي جات بها شعرتها التعبه كما شفتوها قبل ما نخدموه حاجه شبابه